أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ الأول: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد شرى نفسه من الله، وما معنى؟ الصحيح في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة والأجر، لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم في الإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وهذا تضمنته سورة قل هو الله أحد، وقسم في الحلال والحرام، قسم في الحلال والحرام، وقسم في قصص الأولين من الأمم والرسل وما جرى عليهم العبرة والعظة، قسم قصص وقسم أحكام وقسم خبر عن الله جل وعلا. سورة الإخلاص في هذا القسم، في الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ثبت. نعم.